أعزائي المشاهدين، في حياتنا لجان امتحان كثيرة، تعرض علينا أسئلة كثيرة، ومن المفروض دائما أن نجاوب بنعم أو لا، وأحيانا تكون إجابة نعم إجابة إيجابية جدا، وأحيانا تكون إجابة سلبية جدا أو تكون دليل الضعف، وبالعكس تكون كلمة لا في هذه اللحظات التي تواجهنا فيها تحديات رهيبة وإغراءات كثيرة تريد أن نحيد عن الطريق المستقيم أو عن القيمة التي نؤمن بها، تكون حينئذ كلمة لا هي دليل الشرف لهذه الشخصية. والبطل التي تسبح في قلوبنا والبطل الذي يسبح في قلوبنا أيضا في هذه الحلقة هما الاثنان، استطاع بكل قوة أن يقول لا لكل التحديات لأنهما عاشا قصة حب. أدعوك لمشاهدة هذه الحلقة وهذه اللقاءات حول أبطال قصة لا. القهوة يا أستاذ عبد المتعال. شكرا. ده بتاع الجرايد، جايب الملحق بتاع جريدة الصباح الجديد. الصباح الجديد ده بكرة يا حبيبتي مش النهاردة، لما أروح مكتب عبد العزيز باشا رئيس الوزراء ومعايا المستندات. سلوى، بعد كده هنتنفس بمنتهى الحرية. أنا عندي ثقة إن كل المجرمين هيدخلوا السجن، مصر هترجع جميلة زي ما كانت. يا خبر اسود. ايه في ايه؟ ايه؟ الله فيك. في ايه يا عبد المتعال؟ الله، مجد باشا الاسيوطي بقى رئيس الوزراء الجديد. الأستاذ الكاتب والسيناريست عاطف بشيء، أولا برحب بحضرتك معنا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. الأستاذ المخرج الكبير يحيى العالمي، أولا برحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بيك. الأستاذ الناقد السينمائي الكبير مصطفى درويش، أولا برحب بحضرتك معنا. شكر. كاس وداير على الجميع. محاولة يا سلوى، ليلة فرحنا نروح أمات في البدرون. معلش يا حبيبي، الاحتياط واجب، ما تنساش إنك هربان من مستشفى المجانين. أنا لو استمر الحال على كده هروح المستشفى مجنون فعلا. نصبر شوية يا عبد المتعال. سلامة، أنا بحبك أوي، مش هقدر أبعد عنك أبدا. وأنا كمان بحبك أوي، بس لازم أوحشك شوية. أنت وحشاني على طول. أولا، ما هو مدلول كلمة لا؟ يمكن في مقدمة هذه الحلقة بقول أنه أحيانا تكون هذه الكلمة رغم أنه شكلها سلبي أنه بيكون لها مدلول إيجابي جدا، أو بتكون شرف الإنسان في أن يقول لا. هل هذا هو فحو هذه الكلمة؟ هو بالتأكيد زي ما حضرتك قلت، هو لا رغم أنها حرفان إلا أنها صرخة مدوية يطلقها عبد المتعال محجوب بطل الرواية التي سميت لا، على اعتبار أنها صرخة ضد القهر، ضد الظلم، ضد الحلول المائعة. يعني هي كلمة شريفة جدا في مواجهة عالم متوحش وشديد القسوة وشديد القهر. فما أحوج الإنسان في لحظات كثيرة من حياته أن يقول لا لكل أشكال القهر الإنساني والسياسي والاجتماعي وأشكال القهر بشكل عام. يعني فلا هي صرخة ضد كل هذا، وضد حتى قدر عابس، حتى في على المستوى الفلسفي هي ضد هذا الشكل العبثي من القهر الإنسان في أي زمان وأي مكان. يعني بصفتك كنت في الحكم يا باشا، تفتكر في فساد في الشركات؟ طبعا، أغلب أعضاء مجالس الإدارات حرامية. تفتكر النسبة كام يا دولة الباشا؟ نعم، نسبة بسيطة أوي، ما تزيدش عن 99%. عرفت إزاي؟ لأني عضو في مجلس إدارة 18 شركة. وبتسرق منها؟ لا مؤاخذة يعني. طبعا، وإلا ما كانوش اختاروني عضو في مجلس إدارة 18 شركة. بتسرق إيه؟ لا مؤاخذة يعني. أموال المساهمين. إزاي؟ بقعد في اجتماعات مجلس الإدارة ما افتحش بقي ده أبدا، في مقابل 5000 جنيه سنوي. ولولا إن لساني ده طويل شوية كان ممكن إيرادي السنوي يوصل
20,000 جنيه. هما بيختاروا ازاي اعضاء مجالس الادارات؟ اول شرط انهم يكونوا مغفلين. بس انت مش مغفل يا سعادة الباشا. بعمل مغفل. طب لو حصل شركة فلست يحصل ايه بقى للمغفلين دول؟ ولا حاجة. عارف ليه؟ لان المساهمين مغفلين اكتر منهم. طب افرض دولتك ان انا لقيت مستندات تثبت الفساد في احد الشركات دي، تنصحني اعمل ايه؟ انصحك تسكت خالص، السكوت من ذهب. بس الكلام من فضة يا احمد باشا. لا، الكلام من تراب. يعني انت عمرك ما قلت لا ابدا يا باشا؟ لا، انا ما قلتش لا دي ابدا، عمري ما قلت لا. انا لو كنت قلت لا ما كنتش بقيت احمد باشا، كان زماني لغايه دلوقتي احمد افندي. في مقدمة هذه الحلقة كنت بقول للناس أنه أحيانا كلمة لا بتفهم على أنها كلمة سلبية، ولكن في هذا العمل نعتقد أن الكلمة اقترنت بالشرف. فكما لو كانت لا الدفاع عن كافة الحقوق أو هي التعبير الكامل عن الإنسان بيقف ضد التحديات، هل حدثنا في محله ولا تحب أن تشير إلى مدلولات أكثر بشأن هذه الكلمة؟ هو يعني الإنسان اللي يقدر اللي لازم يقول آه، أو اللي يقدر يقول آه، أو في موقف يقول آه لازم يكون مقتنع بيها. عشان يكون مقتنع بيها لازم تكون أساسا عنده القدرة يقول لا قبل ما يقول آه. بمعنى أنه الموقف الإيجابي الإنسان يتراوح دائما بين القبول والإيجاب. ما باش أنا ضعيف في مواجهة اتخاذ القرار سواء بالرفض أو بالقبول إلا إذا كنت مكتمل نفسيا. هذا الاكتمال النفسي بيجي من الاكتمال الخارجي المحيط بينا يعني، وهو مناخ الحرية، مش كده؟ فده يخليني قادر على اني اكون ايجابي في اتخاذ قراراتي. فالقدرة على الرفض يمكن بتبقى اصعب من القدرة على القبول، لان القبول احيانا تحت ضغط ممكن تقول ايوة، لكن الشجاعة انك تقول لا. هذا يجعلني احب ان اسأل، هل لا هي التي تولد الحرية ولا الحرية هي التي تجعلنا نستطيع ان نقول لا؟ فهمت من كلام حضرتك الاولي بانه مناخ الحرية هو الذي يجعلنا على استطاعة بان نقول هذه الكلمة، ولكن هل قولنا لهذه الكلمة هو الذي يستطيع ايضا ان ينشئ مناخ الحرية؟ مناخ الحرية يخليك تقول آه ويخليك تقول لا، لأن هيخليك تقول الاثنين باقتناع، مش هتقولهم أبدا وهما مفروضين عليك. يعني ما أنا ممكن لا مش هي كل حاجة، ما أنا ممكن أقول آه لكن بخضوع، أقول آه مجاملة، أقول آه بأي سبب مش باقتناعي. فمناخ الحرية يمكن بداية قبل ما يخليك تقول آه أو لا لازم يخليك تقول قرارك الداخلي باقتناع وبحرية وبدون أي ضغوط سواء كان آه أو لا. أنا لما الملك اختارني لرئاسة الوزراء ما كنتش أعرف أغلب أعضاء الوزارة بتاعتي اللي اختارها لي رئيس الديوان الملكي. ويوم تأليف الوزارة وإحنا قاعدين في الصالون شفت راجل افتخرته سفرجي، قلت له هات قهوة للوزراء. تعرف بعد شوية، أي والله يا أولاد، اكتشفت إن وزير التجارة الجديد في وزارتي. اوعى تقول لا. البطل الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة وهو عبد المتعال محجوب، ربما يرى بعض الناس أنه مواصفات البطولة الشخصية، ولا أقصد البطولة الدرامية، فهو بلا شك بطل العمل الدرامي، ولكن أقصد من حيث البطولة الحياتية، هو شخص ليست فيه عناصر البطولة المألوفة. فنرجوك أن تدافع عن بطلك للحظات، تصف لنا هذا الإنسان وكيف يعني توفرت فيه عناصر البطولة حتى التي يغفل عن رؤيتها البعض. لا، هو طبعا في عناصر بطولة قوية جدا طلع من مخزونه الشخصي والإنساني. بمعنى حينما يكون عبد المتعال محجوب طيبا جدا وإنسانا جدا وراغبا في حياة شريفة ويريد أن يبحث عن هويته، بالإضافة إلى جوانب إيجابية جدا، منها مثلا جانب كان شديد الأهمية وهو أنه يبحث أنه يعني بنى صرح اسمه شركة البسكويت بدمائه وبعرقه وبكفاحه وبشرفه في مواجهة اللصوص الذين أرادوا أن يستولوا على هذه الشركة، سواء بقى المسألة خد شكلها الرمزي أو شكلها الواقعي، فهي إيجابية شديدة جدا أنه ظل يبحث عن مكانه الذي يعني إيه ساهم في بنائه. لا لا لا، مش مطمن خالص أسأله ليه بقى؟ مش عارف، انا عندي احساس ان احنا داخلين دايره جديده من دوائر الخديعه. ايه سبب الاحساس ده؟ بالعكس انا شايفه ان في بوادر كويسه. ازاي هيبقى في بوادر كويسه اذا كان جنيدي سكرتير حافظ سري هو دلوقتي سكرتير مجد الاسيوطي؟ مش معقول يا عبد المتعال تبقى قلقان من مجرد سكرتير، بعدين ما تنساش ان مجد الاسيوطي بنفسه معانا.
انت ناسي ان جنيدي كان اداه حافظ سري وعن طريقه دخلت مستشفى المجانين؟ مجرد الاحتفاظ بجنيدي ده يبقى الامور ما اتغيرتش كتير. السمكه بتفسد من راسها يا عبد المتعال، وجنيدي ده مجرد ديل. ديل لحافظ سري، وحافظ سري ديل رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء ديل رئيس الديوان، وهلوم مجره. الديول بتكتر ومصيرنا في ايد الديول. معلش قدرنا، مضطرين نتعامل معاهم لغايه ما تختفي الديول. ولغايه الوقت ده انا كمان مضطر اقعد في البدروم مؤقتا بس يا حبيبي، رب ضاره نافعه. قيل على بطلك في هذا العمل اللي ادى دوره الفنان عبد المتعال محجوب، اللي ادى دوره الفنان يحيى الفقراني، قيل انه ليست لديه ملامح البطوله المعهوده في الاعمال الدراميه، فهو رجل بسيط للغايه، حتى انه حينما اقترنت به هذه النجمه الكبيره لم تفهم الناس مبرر هذا يعني هذا الاقتران وهذه العاطفه الشديده اللي كانتها اليه. فما هو ردك على هذا الاتهام؟ مش عارف، هو سؤالك بيحمل فكره انا بتحفظ عليها، او بيحمل مقوله انت قلتها انا بتحفظ عليها، اللي هي مواصفات البطوله. مواصفات البطولة مش لازم تكون نمطية على الدوام أو إلى الأبد يعني، يعني مش لازم أبدا يبقى الشاب الوسيم الجميل الغني اللي أو اللي أنقذ البنت بفروسية أو الفارس المقدام اللي اختطفها من فوق الحصان، لا. إنما هو ببساطة شديدة، ويمكن لو تذكرنا أحداث القصة، اتنين بني أدمين يعني فيهم كم من الإنسانية مكثف جدا نتيجة الأزمات اللي بيعانيها كل منهم. البعد الإنساني ده هو اللي جمعهم، هو إنسان خارج بيبحث عن ذاته التي قمعت وقهرت، وهي إنسانة ضغوط كثيرة حولها لأنها جميلة، مجرد أنها إنسانة جميلة ومرغوبة. فالنجاح أي خطوة نجاح بتحاول تخطوها بتحس أن المطالبة أن تدفع ثمنا لها. يعني اتنين جمعهم هذا البعد الإنساني اللي يمكن مش متجسد في أحداث واضحة أو مادية قوي، إنما هم حسوه بعض عشان كده حصل هذا الالتقاء بينهم. إلى جانب أن الإطار العام لقصة لا، في رأيي أنا وفي تصوري وفي تناولي حتى لإخراج هذا العمل، أنا كنت شايف أن قصة لا مش لازم بالضرورة ننظر لها على أنها تركيبة درامية عادية، وإنما هي قائمة أساسا على فكرة نقدر نقول عليها من قبيل الفانتزي، يعني من قبيل القدر من الرمز. لا مش الرمز، قدر من الـ من الـ الفانتزي، يعني الفانتزي الشيء غير الواقعي يعني تمام. يعني 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 الاستاذ مصطفى امين التصوري اراد ان يبني قصه على فكره، وهو طبعا مشهور بعموده فكره يعني. فبدليل ان هو حتى عبد المتعال محجوب لو برضو رجعت شويه للروايه هتلاقي ملوش لا خال ولا عم، ويعني يعني بالظبط هذا الرجل يعني هو ممكن ان يكون اي انسان، يعني ممكن أي منا ممكن أن يكون عبد المتعال محجوب إذا وضع في هذا الموقف اللي وضع فيه عبد المتعال محجوب. كما أنه مش من المنطقي أبدا أن في مسجون يعني يبقى زيادة أو ما يبقالوش اسم أو ما يعني، ولكن ضرورات الفكرة وضرورات الخيال الفني والإبداع الفني عند الأستاذنا الكريم الأستاذ مصطفى أمين جعلته يضع آراءه في شكل أو يضع هذا الخيال في إطار الواقع، يعني عمله إطار من الواقع لكنه أساسا مجرد فكرة في إطار واقعي. إيه أنت لسه نايم؟ إيه القيامة قامت؟ لو القيامة هتقوم الجرايد هتنشر الخبر في صفحة الوفيات مش في الصفحة الأولى. مش معقول الوزارة استقلت؟ تشرف حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء بمقابلة حضرة صاحب الجلالة مولانا المعظم وقدم كتاب استقالته، فتفضل جلالته بقبول استقالة الوزارة. محاولتي نجحت والنبوءة اتحققت. شفت بقى مجدي الأسيوطي ما خرجش لوحده، دي الوزارة كلها خرجت معاه، ومكتوب هنا كمان ان الوزراء الحاليين لا يمكن يتعينوا في الوزارة الجديدة. هاي يا سلمى، يبقى هسيب البدروم. يا دي الهنا اللي انا فيه، هسيب البدروم والله ما عارف اضحك ولا عيط. وتعيط ليه؟ الاحلام تراجع، الامال تواضعت قوي يا سلوى. الاول كنا بنحلم ان يرجع لي اسمي وجودي، دلوقتي اقصى امنيه لينا ان انا اسيب البدروم. هو شخصيه عاديه، يمكن اقل من العاديه كمان يعني، وحتى في المسلسل ما بنعرفش ده جاي منين ولا له أهل، مش كده؟ يعني الشخصية بتبقى غايبة عننا فترة فترة طويلة. لكن
ما هو برضك عند فرانس كافكا الشخصية دي بتبقى عادية قوي، يعني بيبقى كاتب في الغالب وغلبان، وموظف في بنك مرتبه ضئيل، وبعدين بيلاقي قوة خارجة عن إرادته بتعبث بحياته. وبعدين أنا استعملت كلمة بتعبث لأنه بعد كده بنجد إن الحياة بتاعته كلها عبث، وتنتهي يعني في معظم الأحوال إنه زي ما قال فرانس كافكا في قصة المحاكمة، يموت في الآخر ميتة كلب. شوف قد إيه. لعلك عرفت الآن أن صوت المظلومين أعلى من صوت الظالمين، لعلك عرفت الآن أن الضعفاء المسحوقين أقوى من الطغاة المتجبرين. لقد توهمت أنك قادر على تعمل إيه؟ براجع الجواب اللي كتبه لحضرة صاحب المعالي مجدي باشا الأسيوطي وزير إنصاف المظلومين سابقا والمحال على المعاش حاليا. هل كانت من المطلوب أن يكون هناك بعض الصفات التي تجعل يعني اقتران هذه السيدة به أو إعجابها به يعني مبرر، ولا أنت حقيقة شايف أنه الحب إيه الحب في هذه الحالة يعني؟ أنت إيه المبررات؟ مبررات إيه أكتر من أنه إنسان صادق جدا؟ الصدق في 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 الصدق الإنساني في رأيي أنا ممكن يحول الإنسان الدميم إلى إنسان جميل جدا جدا، وممكن يحول الإنسان الفقير إلى إنسان ثري جدا، يعني طالما في تفاعل بيجمع بين اتنين من منطق الصدق، من منطلق الصدق. أنا عن بطولته كان في هذه الكلمة، يوجز في هذه الكلمة أنه رجل صادق ويواجه تحديات كبيرة، رجل صادق لدرجة أنه كان بيثق في أعدائه، يعني كان بيروح فتح لهم صدره، وعدوه اللدود اللي هو حافظ سيري اللي عمل دوره الفنان الكبير أبو بكر عزت كان متصوره الفارس اللي حينقذه، وهو المتآمر الأول عليه، لأنه هو إنسان فطرته بريئة جدا، إنسان فيه نبالة الصدق، وبيشوف كل الناس أطهار زي ما هو طاهر، ويمكن من هنا كان بيصل أحيانا إلى حد السذاجة لأنه لا يجيد لغة التلاعب أو اللؤم، هو إنسان طاهر زي الطفل الصغير البريء. أنت في مواجهة طفل ممكن تشوف طفل صغير تحبه، لازم يعني يتبادل معك حوار يجذبك، لا الصدق والبراءة اللي فيه هي اللي بتجذبك له. راح على فين دلوقتي؟ بيت غالي بيه. بتقولي ايه؟ ما تخافش مش هتطلع معايا، هتستناني في العربية. انت ايه اللي يوديك عند غالي دلوقتي؟ عندي معايا معاد. ايه ده؟ معاد غرامي. نعم. ايه انت نسيت ولا ايه؟ هرجع له المفاتيح. اديها البوابة طلعها لك. ما ينفعش. لا ينفع، مش المفروض انك تطلع عند غالي ده دلوقتي؟ ايه انت بتغير عليا؟ انا ما بثقش في غالب ده، لكن اكيد واثق فيا مش كده؟ مش هغيب عليك اكتر من دقايق. مش فاهم ايه المانع انك تدي المفاتيح للبواب؟ يا عبد المتعال يا حبيبي انا مش عايزه غالب بيشك فيا، فهمتني؟ وبعدين يا سيدي لو اتاخرت اكتر من 5 دقايق ابقى اطلع الشقه واقتحمها. اذا ملامح بطوله هذا الشخص عبد الله المتعال محجوب تكمن في انه يشير الى ابعاد متعدده. حضرتك اشرت الى البعد السياسي، البعد السياسي الذي تشير اليه الشخصيه بالتحديد ما هو؟ البعد السياسي هو بالتحديد صراع عبد المتعال محجوب، هذا الانسان البسيط الذي يريد ان يصنع شيئا له قيمة، فإذا به يجد نفسه بلا هوية وبلا عنوان وبلا مكان وبلا شخصية، مسلوب تماما بواسطة قوى قاهرة، هذه القوى القاهرة لها علاقة مباشرة بالسلطة. وكان رد فعله؟ كان رد فعله أنه ظل في محاولة دائمة وبحث، واخد شكل زي ما بقول لحضرتك فلسفي، بمعنى ايه؟ انت امام اقوى منه، انت قدام رواية كده ايه فيها ملامح من كافكا، فيها ملامح من مسرح العبث، يظل يحارب ويظل يسقط في العدم لينهض مرة أخرى ليقاوم ظروف أقوى منه. هذه الظروف في مجملها ليست فقط ظروف اجتماعية وسياسية، ولكنها أيضا ظروف إنسانية عامة أو ظروف فلسفية. كان أولى بيك تكتب شكوى لعبد العزيز باشا سيف الدين تشرح فيها قضيتها. هيحصل، بس شحنة الغيظ جوايا كانت لازم تطلع، مش ضد مجد الأسيوطي بس، ضد كل الفاهمين نفسهم آلهة في البلد دي، فاهمين الدنيا دايما ليهم، فاهمين الناس عبيدة عندهم يبيعوا ويشتروا فيهم.
سلوى، بعد كده هنتنفس بمنتهى الحرية. لكن قيمة الشرف في لا التي قالها عبد المتعال محجوب، وهو أيضا يشابه الظروف التي تحدث عنها في أعمال كافكا أيضا، وهي الشخصية التي تقاوم بعدد من الظروف تحيط بها لا تستطيع أن تتغلب عليها. كيف قال للظروف لا؟ يعني الظروف القدرية قبل أن يقولها للحاكمين أو الذين يلعبون بأقداره بين الحين والآخر. هو بيحاول يقاوم، لكن كل المقاومة بتاعته أو اللقاءات دي بتنتهي إلى إيه؟ إلى لا شيء. مش كده؟ يعني هو يعني لكن احنا بناخد نبرة أمل. أنا سألت برضو السيناريست عن هذه النهاية، وقلت له حتى أنها تذكرنا بعبارة الزعيم الخالد سعد زغلول، أو التي قيلت عن سعد زغلول ولا نعلم إن كان قالها أم لا، وهي عبارة ما فيش فايدة، لأنه وجدوا نفس رئيس الوزراء اللي كانوا فرحوا لاستبعاده وجدوه هو على قمة رئاسة الوزراء هذه المرة، هذا الوزير يعني الذي كان استبعد. فظننت أن هذه النهاية تعني أنه ما فيش فايدة، لكن قال لي إن هم صرخوا صرخة بما معناه لأنهم سيواصلون لا حتى تكون لا يعني شديدة الإيجابية في تغيير حياته. هل وصل إلى حضرتك نفس هذا الاستنتاج من مشهد الأخير؟ عادة الصرخة بتفسر بأنها صرخة يأس، لكن يبدو أنه كتب سيناريو، وخصوصا من كان منهم يكتب للتلفزيون بيخافوا من كلمة يأس. أنا عندي ثقة إن كل المجرمين هيدخلوا السجن، مصر هترجع جميلة زي ما كانت، ويخرج ابننا للنور ويبقى له اسم وملامح ووطن، وشهادة ميلاد هي نفسها شهادة ميلادي، ونسميها على اسمك. لا عبد المتعال، لا عبد المتعال، عبد المتعال محجوب، هو اسم بلدي قوي صحيح، لكن زي بعضه. أنا موافقة. هذه النجمة لم تكن في مربع الخير على طول الخط، بل على العكس كان لها سلبيات كثيرة هي التي أتت بها أو ارتفعت بها إلى عالم النجومية، وهي كانت تقوم بهذا الزواج لكي تتطهر، أو كأن الزواج عملية تعويض، كمن يقدم قربان للحياة بحيث يدافع عن قضية شخص آخر يتطهر بها عن أوزاره القديمة. ما رأيك أو ما ردك على هذا؟ بداية كلامي دلوقتي محلتك قلت لك أنه اللي جمع بينهم إيه؟ هو إنسان بيبحث عن ذاته المقهورة التي سلبت منه، وهي إنسانة بتعاني من أنها نتيجة جمالها مطلوبة في كل خطوة نجاح تتقدمها أو في كل إنجاز تنجزه في طريق الصعود أن تدفع ثمن هذا. هي دي الجزئية اللي يمكن ما تعمقش فيها السيناريست أكتر، نتيجة يعني الـ 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 بعض الحاجات اللي ممكن تكون خارجة شوية. يعني إحنا يهمنا قوي علاقة إنسانة أمنت بصدق واحد، قابلت نموذج مطحون بيعاني، والوحيدة التي صدقته فوقفت بجانبه. لو أنا بقى خدت قصتها هي، بعمل قصة تانية بقى، سلوى وهبي مش عبد المتعال محجوب. لا هنسميه لا عبد المتعال محجوب. مش أنا أشهر واحد في الدنيا قلت لا؟ وأنا أشهر واحدة في الدنيا قالت نعم. نعم ليك بس أنت يا حبيبي، أنت حياتي وعمري وكل أيام اللي جاية. بايخ قوي. أستاذ عاطف بشيء، يعني حينما يكتب الكاتب يكون في تصوره دائما لهذه الأشخاص لحم ودم، وبالتالي هو لا يستطيع أن يخرج خياله عن نطاق النجوم الموجودين. إذن يعني من هي الشخصية أو شخصية النجم التي كانت تفرض نفسها عليك أثناء الكتابة لشخصية عبد المتعال محجوب، وأيضا لشخصية النجمة سلوى في هذا العام؟ هو لا يعني ما بصراحة شديدة جدا. يحيى الفخراني بصفته ممثل عظيم جدا ونجم موهوب، يعني هو فرض نفسه، بمعنى أني في لحظات كثيرة جدا كنت أراه على الورق قبل تجسيد الرواية، يعني وبصدق شديد، يعني قبل أن تعلم أنه سيؤدي هذا الدور. يعني كنت شايفه قوي، يعني وفي نوعية كده من الممثلين العباقرة الذين يفرضوا نفسهم عليك أو على السطور وأنت تكتب. يعني تتصور ما هو السبب في ذلك؟ هل تقارب مثلا بين شخصيته في الحياة وشخصية هذا يعني هذه الشخصية الدرامية؟ لا هو مش بدليل أنه مثلا يحيى الفخراني يجسد شخصيات أخرى كثيرة متنوعة ومختلفة، لكن إيه عبد المتعال محجوب فيه مجموعة من الصفات، لعل أهمها الصدق، لعل أهمها البساطة الشديدة الطيبة. هذه الصفات
تلمعها دائما في وجه يحيى الفخراني، لأنه يحمل عينين شديد التعبير، معبرين جدا، ويستطيع اقتصاد المعاني الكثيرة وتكسيدها ربما في لمحة. أنا آسف، الظاهر أن أنا تجاوزت حدودي. عبد المتعال، اسحب الكلمة البلخة دي فورا. مش هي دي الحقيقة؟ راجل من غير اسم ولا عنوان بيقتحم حياة نجمة كبيرة، بيفرض عليها مشاكله. عبد المتعال، لو اتكلمت بالطريقة دي تاني هتخسرني للأبد. الحقيقة هي العكس، أنا اللي أمنت بقضيتك وحبيتك. المستندات وصلت لجلال حمدي؟ أيوة، بس للأسف رفض النشر، لكن ولا يهمك، هنشوف جرنان تاني. بالنسبة لهذا العمل وبمنتهى الصراحة، كم تعطي لنجومك من درجات، أو بالذات الأستاذ يحيى الفخراني ومدام دلال عبد العزيز؟ يعني أنا هقول لك شهادة بالنسبة ليحيى الفخراني، يعني هقول لك شهادة قيلت من إنسان أنا بقدره جدا وبحبه جدا، وأحب أذكره وأذكر جهده في هذا المسلسل. الحقيقة هو الحاج وحيد فريد، وكبير مصوري السينما في مصر، كانت له تجربة أو تعرض لتجربة إنتاج هذا العمل مع فنان الراحل الكبير عبد الحليم حافظ في فيلم سينمائي. فقال لي أنا كنت أول معترض أن عبد الحليم حافظ ما يمثلش هذه الشخصية. فلما شاف يحيى الفخراني، هو كان مدير تصوير هذا العمل، لما شاف يحيى الفخراني بص كده قال لي ده عبد المتعال محجوب. أول ما شافه يعني، حتى من حيث الهيئة يعني، لأنه يحيى في شيء من الطفولة، وفي شيء من الصدق، وفي شيء من التلقائية، بيمثل بفطرته. وفعلا هو في التمثيل يعني أنا ما كنتش بحاول أكتفه يعني، يعني كنت بديله هامش من الإبداع يطلق فيه ذاته، لأنه هو ما تقدرش طفل يعني، حتى في الاستوديو طفل. إلى جانب أن شخصية عبد المتعال محجوب فيها ريحة كده من الريحاني، يعني شخصية الريحاني الراجل اللي يعني أنت ما شفتش عبد المتعال محجوب طول الرواية مكتئب على فكرة. استاذ يحيى، سالتك عن الشخصيتين واسهبت في الحديث عن شخصيه عبد المتعال المحجوب اللي اداها دور استاذ يحيى الفخراني، ولم تحدثنا حتى الان عن شخصيه دلال عبد مدام دلال عبد العزيز. انا بديها 10 على 10 في حاجه واحده او في حاجتين. اولا انها فاجئتني، انا كمان فوجئت، انا فوجئت بدلال عبد العزيز. يعني افتكرت ان في بركه ميه شكلها حلو، فاكتشفت انها بير بترول. الأيام بتمر، أنا خايف الحياة تضيع للأبد. بلاش التشاؤم ده يا حبيبي، وما تقلقش طول ما أنا جنبك. سلوى، أنا مش هقدر أستمر على الحال ده. حال إيه؟ أنا عاطل تقريبا، عايش عالة عليك في استضافة حبيبتك، وإوعى تقول كده تاني. أنا كرمت مش هتسمح. نون يا حبيبي، في قاموس المحبين كله مفيش كلمة اسمها الكرامة. لا فيه، أرجوك أنا محتاج أشتغل. أيوة تشتغل، بس إزاي وإنت رسمياً؟ أنا عارف إن هي دي كارثة، عشان كده إذا كنت بني عني تساعديني في المشروع. هساعدك، تأكد إني ماليش شغلانة في الدنيا دي كلها غير إني أساعدك. أقول لعم تعال محجوب إنك أنك يعني أتحتلي الفرصة أن أعبر عن أفكار كثيرة جداً كانت بداخلي وكانت بداخل الأستاذ مصطفى أمين، وجسدها ببراعة المخرج يحيى العلم. بقول لهم هنتقابل، بس يا رب نلاقي عمل ما نكررش فيه نفسنا، وعمل جديد، وعمل يكون بجانبكم أبطال شبان جداد أو كبار نشوفهم من زوايا أخرى، ونصور ونتمرد ونعمل كل يوم فن جديد يحبه الناس. سلامة، أنا بحبك أوي، مش هقدر أبعد عنك أبدا. وانا كمان بحبك قوي، بس لازم اوحشك شوية. انت وحشاني على طول. صباح الخير. وانت من اهلك.